السلام عليكم، كيف حالكم يا رائعين؟ إن شاء الله بخير. اليوم إن شاء الله في حصة الدين سوف نتعرف على خلق إسلامي جميل وحسن حثنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب الاقتداء بنبينا الكريم. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على معاملة الأصدقاء. تحدثنا في الحصة الماضية عن معاملة الوالدين وكيف نطيع والدينا وكيف نحسن إليهم ونبر بهما. اليوم إن شاء الله نتحدث عن معاملة الأصدقاء. من هم الأصدقاء؟ من هم الأصدقاء يا نجوم الرائعين؟ الأصدقاء هم أصحابك في المدرسة، أو أصحابك في الجيران، أو أصحابك هم أبناء جيرانك، أصحابك في المسجد. إذا الأصدقاء هم الأصحاب، هم الزملاء، هم أصحابك في المدرسة. كيف نعامل أصحابي؟ سواء في الملعب، سواء في المدرسة، سواء في المسجد، لنا أصدقاء كثر. من هم الأصدقاء وكيف يجب أن نعاملهم؟ الصديق هو مثل أخيك، يجب أن تعامله معاملة أخيك، كأنه أخيك. كيف أنت بتحترم أخيك وبتستمع إلى كلامه وتحب أخيك؟ أيضا صديقك المقرب هو مثل أخيك، يجب أن ألعب معه بأدب، أن لا أشتمه، أن لا أضربه، أن لا أصرخ في وجهه. يجب أن ألعب معه بأدب وبأخلاق إسلامية حسنة. هؤلاء الأطفال سلوكهم صحيح لأنهم أصدقاء معا، يلعبون معا بشكل مهذب وجميل. هنا أيضا نشاهد طالبان اثنان يذهبان إلى المدرسة ويتحدثان في الطريق من دون أن يشتمان بعضهما البعض أو يضربان بعضهما البعض، أنهم أصدقاء، والصديق مثل أخيك، يجب أن تحترمه ويجب أن تعامله معاملة حسنة. وأيضا طلاب الرائعين، صديقك المقرب والذي تحبه كثيرا عندما تشعر أنه مريض وغاب عن المدرسة ولم يلعب معك، يجب عليك أن تذهب إلى بيته لزيارته، لأنه هو صديقك المقرب وهو مثل أخيك. كيف أنت تهتم بأخيك وتطمئن على صحته وعلى عافيته؟ أيضا صديقك المقرب يجب أن تذهب إليه منزله وتزوره بشكل سريع، لأنه هو سوف يشعر بالسعادة والانبساط والسرور عندما يشاهدك قد أتيت إليه إلى منزله وقمت بالاطمئنان على صحته. انظر إلى هذه الصورة، هنا صديقهم مريض وغاب عن المدرسة، هؤلاء الطلاب وهم عائدون من المدرسة استأذنوا من والديهم لكي يذهبوا إلى صديقهم الغائب لأنه مريض، وهذا سلوك جميل وحسن. ما هذه الصورة؟ هل هؤلاء أصدقاء؟ هل الأصدقاء يضربون بعضهم البعض؟ كلا، إن هذا سلوك خاطئ وهو سلوك غير صحيح، لأن هؤلاء الطالبان طلاب يضربون بعضهم البعض، وهذا سلوك خاطئ، يجب أن لا نعتدي على أصدقائنا بالضرب. أيضا هذه صورة طالبين في الصف في الروضة يصرخان على بعضهم البعض ويشتمان بعضهما بالألفاظ الغير لائقة، أي يعني يسبون على بعضهم البعض، وهذا سلوك خاطئ. يجب علي أن لا أغلط وأن لا أتلفظ بألفاظ سيئة على صديقي أو على صديقتي في الصف، هذا سلوك خاطئ وغير إسلامي، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا السلوك، لأنه يدل على أن هذا الشخص غير مهذب وهذا سلوك غير لائق. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت بتحب تكون مع صديقك منيح وما تزعله وما تضربه وما تعصب عليه؟ انت بتحب هيك صديقك يعمل معك؟ وانت ايضا لازم تقابله بنفس السلوك، انك انت ما تغلط عليه وما تسب عليه وما تشتمه. اذا فرسولنا حكى لنا: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا انت بتحب صديقك يعاملك بادب واحترام ويعاملك معاملة حسنة، ايضا انت عليك ان تعامله نفس المعاملة، تعامله بأدب وإحسان وبأخلاق كريمة.
أما هذا السلوك هو سلوك خاطئ. لا أحد فينا يحب أن يشتم أحد، أو أحد يضربه، أو أحد يتلفظ عليه بألفاظ سيئة. فيجب علينا جميعا أن نتحلى بخلق إسلامي حسن، ونحفظ كمان ونطبق حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جميعنا في الصف إخوان، نحب بعضنا البعض لأننا مسلمون، ويجب أن نتعامل مع بعض بأدب واحترام. طلاب الرائعين والمتميزين، أتمنى منكم تقتدوا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتتعلموا الأدب وحسن المعاملة مع صديقك، لأنه بمثابة أخيك. يعطيكم ألف عافية نجوم الرائعين، وإلى اللقاء.